ساعد حبيب الضيف وعز من ضاف يفرق عن الشيخان جوده وجيده هبو دبيل اسمين على راس مشراه هبو دبيل اسمين فعولة سلالة ليلى حكام حكمه انصاف هو مقطع الحق القوي في عبيده البارحة من نجد سرعني يقف على ديار من دياري بعيده شارد فكر عن من يهدي ومن طاف مع الطريق اللي على طول سيده ولا وعدت بنفسي مشيت وحد رفدا سجلت وافكاري والابداع عميلة سجلت فكر تحريب عصمة فريدة لا سمعها من ينقد الشعر بانصاف قال اشهد بالشاعر وبه قصيدة والشاعر اللي لاحق افكاره اخلاف ما بيني وبين علاقه وطيدة واللي جماهير من النخبة الاف تلقى جديدة في فكرة جديدة وانصروا الشعر في ساحة اصلا انا تقنس كل نادر وصيده شاعر ولي في وقفة العزم قاف جد عقيد القوم وانا حفيده احفظ وقار اللي نواياهم انضاف فماجد انكسب الفعول المجيده واللي يسمي المده الجاز له اسرى تلقى يمينه بالعطايا زهيده في كل شي ما هو يزين شديدة وساعد حبيب الضيف وعز من ضاف يفرق عن الشيخان جوده وجيده يفرق عن الشيخان جوده وجيده سعد مجر الهايب وزابن من خاف يسد ويضيق وراءه سديده هبن مريع نايف شبوح وهداف عزمه قوي والكايده ما تكيده هبود بالاسم على راس مشراف هبود من فعوله تليده صيته ظهر بين القبايل والاشراف شيخ على الفزعات نراه وقيده في كل وقفه وصفه يفوق الاوصاف اصحاب فعول الميد عزمه يجيده لغبه واصحاب الملايين ينشاف افنى رصيده والجماير رصيده والله لو الحسب العطايا والاسلاف اللي من يده جعلها تسلم ايده ظني ما يكفيها 30 صراف تزيد ما تنقص عسى الله يزيده اسلالة اللي لو حكم حكمه انصاف هو مقطع الحق القوي في عبيده يمشون في شره مشايخ وعراف شيخا على الشيوخ القبايل فقيده هم ريع الجهه الحجج عوص وعجاف واذا فرض فك العقود الجويده اللي ما عنده ذبت وفيه بأحلاف كم من ضديد خلصه من ضديده ويوم الزمان دهور ومداح عن اكتاف مقدم بني عمه بديده بديده نعم الطرى نعم الخلف نعم الاسلاف كبيرهم قرم ولدهم وليده البارحه من نجد سرعني يقف على ديار من دياري بعيده شارد فكر عن من يهدي ومن طاف مع قل لي على طول سيده ولا وعدت بنفسي الا وانا لاف على خميس مشيت وحد رفده سجلت وافكاري والابداع ميلاف سجلت فكر تحريب عصمان فريده لا سمعها من ينقد الشعر بانصاف قال اشهد بالشاعر وبه قصيده والشاعر اللي لاحق افكاره اخلاف ما بيني وبين علاقه وطيده واللي جماهير من النخبة الاف تلقى جديدة في فكرة جديدة وانصروا الشعر في ساحة اصناف انا تقنس كل نادر وصيده شاعر ولي في وقفة العزم قاف جد عقيد القوم وانا حفيده احفظ وقار اللي نواياهم انضاف فماجد
كسب الفعول المجيدة واللي يسمى المدح الجاز له أسرى تلقى يمينه بالعطايا زهيدة في كل شيء ما هو يزين التكلم إلا لضيفك لو ظروفك شديدة وسعد حبيب الضيف وعز منضى يفرق عن الشيخان جوده وجيده يفرق عن الشيخان جوده وجيده سعد مجر الهايب وزابن من خاف يسد ويضيق وراءه سديده هبن مريع نايف شبوح وهداف عزمه قوي والكايده ما تكيده هبود بالاسم على الراس مشرف هبود بالاسم فعوله صيته ظهر بين القبايل والأشراف شيخ على الفزعة ناره وقيده في كل وقفه وصفه يفوق الأوصاف أصحاب فعول الميد عزمه يجيده لغبة واصحاب الملايين ينشاف أفنى رصيده والجماير رصيده والله لو الحسب العطايا والأسلاف في اللي من يده جعلها تسلم يده ظني ما يكفيها ثلاث صرف تزيد ما تنقص عسى الله يزيده اسلالة اللي لو حكم حكمه انصاف هو مقطع الحق القوي في عبيده يمشون في شره مشايخ وعراف شيخا على الشيوخ القبايل فقيده مريع الجهه الحجج عوص وعجاف واذا فرض فك العقود الجويده اللي ما عنده ذبتي وفيه باحلاف كم من صحمان ضديدة ويوم الزمان دهور ومداح نكتاب مقدم بني عمه بديدة بديدة نعم الطرى نعم الخلف نعم الأسلاف كبيرهم قرهم ولدهم